Assalamu alaikum, my name is Rehan Fashtaki. I have master degree in medical laboratory science. Today I will describe methods or I will talk about the lipoprotein, okay, the defects in lipoprotein, hyperlipoproteinemia or hypolipoproteinemia. So I will start here, lipid and lipoprotein population distribution. Serum lipoprotein concentration differ between adult male and female. طبعا بيختلف الليبوبروتين between male and female. طيب according to what؟ احنا بنعرف انه في ضمن الميل والفيميل عندهم 6 هرمون صح ولا لا؟ بنحكي انه الفيميل مثلا عندها الاستروجين ومثلا الاستراديول فور اكزامبل، وفي عندنا الميل عنده التستوستيرون صح ولا لا؟ فالوومن طبعا عندها هاي ليفل اوف اتش دي ال، يعني الكوليسترول الجيد عندها احسن من الميل اللي عندهم توتال كوليسترول عندهم اعلى وتريجليسرايد عندهم اعلى. اذا مين عنده التوتال كوليسترول وتريجليسرايد اعلى؟ ان الميل. مين عنده الكوليسترول الجيد اللي هو الاتش دي ال اعلى؟ هو الفيميل. اوكي، the difference in total cholesterol disappear after menopause. طبعا لانه الاستروجين عند الفيميل after menopause حيقل، بالتالي عندهم التوتال كوليسترول حيزيد. اوكي، فحيزيد عندهم التوتال كوليسترول، حيزيد عندهم تريجليسرايد افتر منبوز. لهيك بنشوف دائما الستات بعد المنبوز بصير عندهم اوبيزيتي، بصير عندهم يعانوا من ارتفاع البادي تمبريتشر بالجسم عندهم، لانه هاي بتعرفوا هاي الكومباوند هي عباره عن هاي انرجي، اذا كونتينت هاي كالوريز، هي كفيولز عندنا مثل محطات البنزين في البادي تبعنا. اوكي طيب، diagnosis and lipid disorders. Disease associated with abnormal lipid concentration can be caused directly by genetic abnormalities or through environmental lifestyle imbalance, or they can develop secondarily as a consequence of other diseases. طبعا اكيد احنا المشاكل اللي في الليبيد كونسنتريشن اللي في البادي تبعنا لها عده اسباب، منها مسائل او اسباب جينيه او اسباب وراثيه، في ديفكت معينه في الجيم خاصه في السينثيسيس اوف سام انزيمز، اذا كان في عندي مثلا ديفكت بس بعض الانزيمز هذا بيؤدي الى اكيوموليشن اوف مثلا كومباوند، هذا الكومباوند انه صعب انه نعمل له ديجراديشن اوكي اور بريك، فبصير في عندي اكيوموليشن للليبيد ماتيريال في البودي. كمان مثلا ممكن انه مثلا احنا حكينا انه في عندنا الليسيثين كوليسترول ترانسفير انزيم اور بروتين، مثلا اذا كان فيه ديفكت فما حينتقل الكوليسترول استر او مثلا التريجليسرايد فروم ذا مثلا في ال دي ال اور ال دي ال تو اتش دي ال، فشو بصير عندي احنا؟ فبصير عندي اكيوموليشن للكوليسترول السيء في البادي، والكوليسترول الجيد اللي هو الاتش دي ال حيكون قليل في البادي. ممكن كمان اللايف ستايل، مثلا شخص عايش بمكان كلياته عباره عن فاست فود، ما في حركه، ما في مثلا ما في اكتيفيتي، فحيصير في اكيوموليشن للليبيد في البادي، فحيصير اللي عنده جين ويت. ايضا في السكندري كوز مثلا سم ديزيزز، مثلا الديابيتيك، الديابيتس ممكن يسبب، مرضى الديابيتيك ممكن يصير عندهم اوبيزيتي اوكي، بسبب انه ديفيشنسي ان سم انزيمز اور مثلا الميتابوليك عندهم باث واي يعني نوت وركد ويل. اوكي، جنرالي ديفايند باي كلينيكال كاركترستكس اوف بيشنت اند ذا ريزلت اوف ذا لابوراتوري تيست. غالبا احنا كيف بنعرف انه شخص عنده ليبيد ديس اوردر؟ غالبا من الشكل تبع البادي تبعه، الشيب اوكي، اذا كان واحد سمين اوكي. طب اذا كان واحد مثلا ضعيف يعني مش سمين اوكي، ولكن الليبيد بروفايل عنده عالي من خلال اللابوراتوري تيست اوكي، فمن خلال اللابوراتوري تيست بعرف انه الليبيد عنده كتير في البودي تبعه. طب احنا ليش بنعمل الفحوصات هاي تبع البودي؟ ليش احنا بنهتم بوجود مثلا الليبيد في البودي تبعنا اذا كان كتير او قليل؟ لانه كتير مهم لسببين، تراكم الليبيد او الاكيوموليشن اوف ليبيد في البودي تبعنا ممكن يسبب شغلتين، يا اما كوروناري هارت ديزيز اوكي، شيء له علاقه انه بصير في بلوك بالكوروناري داخل على الهارت، او بصير في الاثيروسكليروسز، الشرايين بتنسد due to the accumulation of lipid. اوكي، خلينا نحكي عن الاثيروسكليروسز. الاثيروسكليروسز كتير مهم، خليني اول شيء اقرا بعدين حاشرح موضوع الاثيروسكليروسز.
disposition of lipid mainly esterified cholesterol. طبعا انا الكوليسترول عندي احسن بكثير من الاسترفايد كوليسترول، لانه الاسترفايد كوليسترول حكينا هو عباره very hydrophobic، بينما الكوليسترول هو عباره عن hydrophilic لانه فيه او اتش جروب. اوكي، فالكوليسترول استر هاي بتعمل شيء مثل الستريكس، بتعمل بلوك للاريتري. اول شيء لما يصير عندي سمول دامج في الوول، تيجي الماكروفاجز والبليت ميليت موف تو ريبير، يعني هاي استجابه مناعيه اميونيتي اميونال ريسبونس. فالال دي ال برينج كوليسترول فور نيو سيل ميمبرين، بيجي انا عندي ال دي ال مليان بالكوليسترول، بنعرف انه بيكون فيه كوليسترول استر من جوا بالكور، بيكون فيه تريجليسرايد كتير، كميه كبيره كتير. اوكي، ال دي ال كان بي تيكن باي ذا ماكروفاجز، لما تدخل ال دي ال على الماكروفاجز حيصير لها اوكسيديشن، حيصير لها شو اوكسيديشن، فحتتحول الماكروفاجز هاي لانه اخذت الوت اوف ليبيد، حتتحول الى فوم سيل اللي هي عباره عن بتعمل ديبوزيت على ال على الوول اوف ذا اريتري، وحبتعمل مثل الفاتي ستريك. هلا الفاتي ستريك كان يعني ديفلوب اوفر تايم حتى انها تشكل بلاك، البلاك هي اللي بتعمل بلوك للاريتري مثل ما احنا شايفين هون. خليني اشرح بشكل مفصل اكثر. اوكي، شو علاقه الليبوبروتين بحدوث الاثيروسكلروسيس؟ احنا بنعرف انه اللومن من جوا بيكون مغطى بطبقه اسمها الاندوثيليال، تحت الاندوثيليال في عندي طبقه ثانيه، شايفين هون الاندوثيليال، اوكي ليكها، وفي عندي طبقه ثانيه هي عباره عن السب اندوثيليال. اوكي، بالوضع الطبيعي الاندوثيليوم بتفرز مركبين، البروستاجلاندين 2، وبتفرز مركب ثاني هو عباره عن النيتريك اوكسيد. طبعا النيتريك اوكسيد كثير مهم، بدي تركزوا لي اكثر شيء على النيتريك اوكسيد، لان النيتريك اوكسيد هو عباره عن فازوديليشن، وهو عباره عن انتي كواجولنت، وهو عباره عن انتي ثرومبوتيك. اوكي، لنفرض مثلا صار تراكم بالماتيريال، يتراكم للليبد على الاندوثيليال لاير هاي، بالتالي صح الدايمتر تبع الاريتري حيقل. لما يقل الدايمتر تبع الاريتري شو بصير عندي؟ حيزيد البلاد بريشر. اوكي، ولو زاد اكثر 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 الليبد ماتيريال، صار لها اكيوموليشن اكثر، حتعمل تسكير كامل للاريتري او الفين، حيصير عندي كلوت فورميشن. اوكي، في اكثر من سبب لهالجلطه او الكلوت اللي صارت، منها المهم عندي هو عباره عن الليبوبروتين، الشيء اللي حندرس عنه اليوم. فلو ارتفع ال LDL عن نسبته الطبيعيه في البادي، رح يصير يروح على السب اندوثيليال لاير. اذا هو كان وين؟ بالاندوثيليال، حيروح على السب اندوثيليال لاير. بالحاله الطبيعيه ما بصير هيك، بعدها بس ما بس يروح على السب اندوثيليال لاير حيصير له اوكسيديشن، وبصير عندي اسمه اوكسيدايز LDL. اوكي، هذا الاوكسيدايز LDL الماكروفاجز ما بتتعرف عليه، يعني هو مش ناقص للبادي، انا بالبادي ما عندي اوكسيدايز LDL. هذا الشيء حيعمل اتراكت لمين؟ للمونوسايت، لانه الماكروفاجز هي اصلها مونوسايت، فالمونوسايت كلها حتتحول لشو؟ لماكروفاجز. اوكي، هاي الماكروفاجز كمان بتدل انه في عندي حاله انفلاميشن. اوكي، فحتبلش تعمل سكريشن لمين؟ للسيتوكاينز. اوكي، هاي هي عباره عن الانفلاماتوري ريسبونس. اوكي، فحيصير عندي انديوس اوف انفلاميشن، حيصير عندي كيمو اتراكشن، حيصير عندي مونوسايت كيمو ايضا سكريشن اوف مونوسايت كيمو رياكتنت بروتين. فالمونوسايت اوكي حتبلش تتحول لمين؟ لماكروفاجز، وحيزيد عندي مين؟ السيتوكاينز. بتضل هاي العمليه مستمره بما انه الاوكسيدايز ال دي ال موجود، لو هو يعتبر غريب عن الجسم، فالماكروفاجز بتعمل له شو؟ فاجوسايتوزز، بتبلعه بتاخده وبتتحول الى خلايا اسمها الفوم سيلز. اوكي، هاي الفوم سيلز بتضلها بالسب اندوثيليوم. اوكي، فبتعمل بوش للومن، مع الاجريجيشن اوف للبليتليت ان ذا لومن بتعمل البلوك فورميشن، يعني سكرت الوعاء الدموي بشكل كامل. مشان هاي العملية السابقة حكينا عن ال LDL انه هو عبارة عن شو؟ عن باد كوليسترول. اذا ال LDL شو هو؟ هو باد كوليسترول. فالاثيروسكلروسيس هو عبارة عن انكريز لل LDL، بينما هو عبارة عن ديكريز لمين؟ لل HDL. اوكي، and associated with increased plaque formation. احنا حكينا انه الاجريجيشن اوف فوم سيل
مع البليتليت، اوكي، هدول هن عبارة عن الفات ستريك او هن عبارة عن البلاك فورميشن. هلا في شيء كتير مهم انه لازم احنا نفهمه، انه اذا قل ال LDL بمقدار 1% هذا حيقل احتمالية الكوروناري هارت ديزيز بمقدار 2%. يعني اشي كويس كتير انه نحافظ على التريتمنت من ال LDL حتى نخفف نسبة الاصابة بالكوروناري هارت ديزيز. فلازم دائما يكون ال LDL اقل من 100 ميلي جرام بير ديسيليتر حتى ما يصير عندي بلاك. طبعا ال HDL هو بياخد الكوليسترول من التشو بيودي لوين؟ للليفر، حتى احنا نتخلص من الباد كوليسترول او نتخلص من ال LDL بالليفر. شلون وليش؟ لانه احنا بنعرف انه الكوليسترول مع البايل اسيد بيروحوا على الانتستين وبيطلعوا لبرا البدي، معناته بنمنع الجلطات وبنمنع العمليات كلياتها اللي صارت في اللي شرحتها في الاثيروسكليروسيس. طبعا انا في عندي انواع الفاسكولار ديزيز، خليني معلش نميز بيناتهم. في شيء اسمه البيرفرال فاسكولار ديزيز، من اسمه بيرفرال يعني له علاقه بالاطراف، يا اما بيكون عندي الكلوت يا اما بالفيسلز الموجوده في الارمز او موجوده في الليجز. في عندي هذا كتير خطر اللي هو عباره عن الكوروناري ارتري ديزيز. الكوروناري ارتري ديزيز هو موجود في الكوروناري تبع تبع الهارت، اوكي، او البلود فيسلز تبع الهارت. في عندي سيربرو فاسكولار، من اسمه سيربرو فاسكولار يعني الفيسلز تبع البرين. خلينا نميز بيناتهم معلش هدول. هون الليبيد بروفايل كتير مهمه، نعرف الريفرنس فاليوز تبعهم، انه التوتال كوليسترول لازم يكون من 140 الى 200 ميلي جرام بير ديسيليتر، ما يتعدى هاي الفاليوز، لانه اذا تعدى هذا الفاليوز بنكون احنا تحت ريسك اوف ذيس ديزيز اللي ذكرتهم، اللي هن البلوك فورميشن اور الكلوت فورميشن، اللي هن الكونجستيف هارت فيلر، اللي هن البيرفرال فاسكولار ديزيز، اللي هن كوروناري artery disease and cerebrovascular disease. So أنا حتى أحافظ على نفسي بالسليم لازم يكون عندي total cholesterol ما بين 140 إلى 200 ميلي جرام بير ديسيليتر، لازم يكون عندي high density lipoprotein كوليسترول لازم يكون عندي من 40 إلى 75 ميلي جرام بير ديسيليتر، ما يكون أقل، إذا كان أعلى بتوقع أنه يكون أحسن أفضل يعني، بس يعني غالبا كمان يعني لا 75، لأنه بتعرفوا أنتوا أن الهارت الهاي دينزيتي ليبوبروتين شو في كوليسترول إستر وفيه تريجليسرايد، فهدول إذا زادوا بالبدي مش منيح. في عندي اللو دينزيتي ليبوبروتين، هذا كتير مهم انه احافظ عليه ما بين 50 ل 130 ميلي جرام بير ديسيليتر، وتريجليسرايد لازم تكون بين 60 ميلي جرام الى بير ديسيليتر الى 150 ميلي جرام بير ديسيليتر. اوكي، طيب شو هي الديسليبيديميا؟ معلش خليني احكي، الديسليبيديميا هي عباره عن ليبيدز ديس اوردر، هي عباره عن شو؟ ليبيدز ديس اوردر. طيب الديسليبيديميا از ديس اوردر اوف ليبوبروتين ميتابوليزم، يعني انا عندي مشكله في الليبوبروتين ميتابوليزم. بس احكي كلمه الديسليبيديميا يعني شو؟ يعني ديسليبيديميا يعني ديس اوردر في الليبوبروتين ميتابوليزم. شو يعني ديس اوردر في الليبوبروتين ميتابوليزم؟ حيكون عندي انديوس بوث overproduction and deficiency في الليبوبروتين، يا اما بصير عندي في overproduction يا اما بصير في عندي deficiency. deficiency يعني قله في الليبوبروتين. dyslipidemia can manifest as elevation of plasma cholesterol، اكيد لما يزيد عندي overproduction of lipoprotein. كلمه overproduction of lipoprotein، طيب احنا بنعرف تركيب الليبوبروتين هو عباره عن بروتين من برا، ممكن فوسفوليبيد، ابو بروتين، كوليسترول فري، هذا كله من برا، هدول الهيدروفوليك. طيب الكور تبعهم شو هو؟ very very hydrophobic، اللي هو عبارة عن كوليسترول استر، اللي هو عبارة عن تريجليسرايد. لما يزيد عندي الليبوبروتين حيزيد عندي الكوليسترول، حيزيد عندي تريجليسرايدز، حيزيد عندي الكوليسترول مع التريجليسرايد مع بعضهم البعض. It can be manifested by elevation of LDL cholesterol and decrease of HDL cholesterol. إذا شو يعني الديسليبيديميا؟ أنا لوين؟ شوفوا طلعوا علي، لما أنتوا تحكوا عن good cholesterol and bad cholesterol، ديسليبيديميا، disorder، لازم أركز mainly على ال HDL وال LDL. زيادة ال LDL نقصان ال HDL إشي مش منيح أبداً، أوكي؟ لأنه ال LDL هو bad، إله علاقة بالأثيروسكليروسيس، بينما ال HDL هو good لأنه إله علاقة بالreverse
pathway of lipoprotein metabolism. ليش؟ لأنه بياخد الليبيد من البيرفرال تشو بيوديه للليفر لحتى أتخلص معه with the bile salt. هاي بدي إياها تحطوها بعقلكم وتحافظوا عليها لأنها كتير information مهمة جدا بتفيدنا لبعدين. طيب خلينا نشوف السلايد اللي بعده. شو يعني كلمة هايبركوليستيروليميا؟ هايبركوليستيروليميا أوكي طبعا قبل الديسليبيديميا هو disease states are generalized by caused by malfunction in synthesis. إذا المشكلة في synthesis of lipoprotein أو بتكون المشكلة في transport of lipoprotein أو المشكلة بتكون في الكاتابوليزم of lipoprotein. إذا الديسليبيديميا حكينا يا أما overproduction يا أما deficiency. فالمشاكل وين بتكون؟ أول شيء بالsynthesis of lipoprotein during the synthesis أو بالtransport okay أو بشو بالكاتابوليزم. ما حكينا إنه الليبوبروتين بتتحول من شكل لآخر. طيب dyslipidemias can be subdivided into two major categories. أوكي في عندي أول شيء hyperlipoproteinemia وhypolipoproteinemia. هايو سو هايو وهايبر هايبو أنا بقول مش هاي هايو. أوكي إذا الhyperlipoproteinemia اللي هو عبارة عن increase بالليبوبروتين، بينما الهايبوليبوبروتينيميا اللي هو عبارة عن ديفيشانسي أو ديكريز في الليبوبروتين في البادي. طيب شو يعني هايبرليبوبروتينيميا؟ من اسمه هايبرليبوبروتينيميا يعني الكوليسترول كتير هايبر كوليستيروليميا، تريجليسرايد كتير هايبر تريجليسريديميا أو بوث كومبايند هايبوليبوبروتينيميا، يعني التريجليسرايد فيها عالي والكوليسترول فيها عالي. وفي عندي النمط الثاني اللي هو عبارة عن هايبو ليبوبروتينيميا وحأحكي عن التنين. طيب أنا بالنسبة للهايبو هايبر ليبوبروتينيميا، الهايبر ليبوبروتينيميا حأبدأ بالسب كلاسز تبعهم، هما الهايبر كوليستروليميا والهايبر تريجليسريديميا. خلينا نشوفهم. أول شيء الهايبر كوليستروليميا من اسمها هايبر كوليسترول يعني الكوليسترول عالي. في عندي الفاميليا هايبر كوليستروليميا إله نوعين، هو الهوموزايغوتس هو رير أوكي يعني من كل مليون شخص بس واحد بصير عندهم هوموزايغوتس يعني الكوليسترول بيكون عندهم عالي. فالكوليسترول ممكن يوصل عندهم بين 800 إلى 1000 ميلي جرام بير ديسيليتر. هذا الكوليسترول لما يكون عالي جدا الهوموزايغوتس كتير خطر. ليش؟ لأنه بيسبب هارت أتاك as early as teenager years. يعني الواحد بس يوصل لعمر التينيجر من كثرة الكوليسترول اللي بجسمهم بالبادي تبعهم فبيعمل بلاك وبيعمل أثيروسكلوروسيس بيسكر الأوعية الدموية وممكن يعمل coronary heart disease أو coronary artery disease فبيسبب الهارت أتاك في حتى في عمر صغير جدا. ممكن الواحد بسن التينيجر يصير عنده تسكير للأوعية الدموية. هذا خطر جدا الهوموزايغوتس وإحنا حكينا إنه رير ما بصير إلا لشخص من كل مليون شخص. في عندي الهيتروزايغوتس كوليسترولز هادول بيصيروا ما بين يعني الكوليسترول عندهم بين 300 إلى 600 ميلي جرام بر ديسيليتر. غالبا الهارت أتاك عندهم من بين 20 إلى 50 ميلي يعني بصير سوري يعني الواحد الهارت أتاك بصير عنده بس يوصل لسن 20 إلى 50 سنة، بينما الهوموزايغوتس لا بسن التينيجر ممكن الواحد يصير عنده هارت أتاكس. أوكي طيب ايضا الفاميليا الهايبركوليستيروليميا طبعا من اسمه كوليسترول عالي رح يزيد عنده شو برايمرلي LDL elevation. اذا اول ما بنعمل له فحص ال LDL بنلاحظ انه ال LDL عنده عالي. اوكي synthesis in normal but decrease or lack LDL receptor. يعني احيانا ممكن يكون عندي ال LDL synthesis عالي ممكن أول شيء ال LDL يكون عالي. أحيانا بيكون عندي synthesis طبيعي يعني ال LDL بيكون بالبادي طبيعي لكن المشكلة في وين بتكون في الريسبتر يعني ما بيكون عنده ريسبتر أو بيكون في resistance بالريسبتر. أوكي أيضا هون منحكي إنه since cell cannot acquire from LDL increase internal synthesis. أوكي يعني بصير في accumulation لل LDL لأنه ما بفوت لجوا السيلز. أوكي بدي تفهموا لي إنه الفاميليا الكوليسترول ليميا بزيد ال LDL ليش؟ لأنه المشكلة فتكون بالريسبتر يعني ال LDL ما حيدخل على جوا الخلايا فال LDL بيضلوا برا في البلد وحيصير له accumulation في البلد. أوكي طيب
حكينا عن الهايبر كوليستروليميا، حاحكي عن الهايبر تريجليسيريديميا، يعني التريجليسرايد هون عالي. طبعا التريجليسرايد ممكن المدى الطبيعي او الريفرنس رينج تبعه من 150 الى 200 ميلي جرام بير ديسيليتر. اذا وصل اعلى يعني مثلا من 200 الى 500 ميلي جرام بير ديسيليتر هذا عالي. طيب العالي كثير اكثر من 500 ميلي جرام بير ديسيليتر. طبعا انا بحكي في عندي الفاميليا الهايبر تريجليسيريديميا لها علاقه بالجينيتك، يعني في مشكله في جين معين، او السكندري هايبر تريجليسيريديميا يا اما بيكون عندي هرمونال امبالانس او امبالانس بتوين ذا سينثيسيس اند كليرنس اوف في ال دي ال. خليني احكي شوي عن الليبيدز ديس اوردر. حكينا انه انا في عندي مشكله في الليبيد ميتابوليزم، يا اما بيكون جينيتكس يا اما نون جينيتكس. لما احكي جينيتكس بحكي انه فاميليال. شو بحكي عنه؟ فاميليال. اوكي، فاميليال يعني جينيتكس. اذا واتس ذا مينينج؟ فاميليال يعني عائلي، يعني موروث، يعني من يعني مثلا الاب للابن للحفيد للكذا كلياتهم مصابين بنفس الديزيز، يعني عندهم منقول هذا المرض عن طريق الجينز. اوكي، جيناتهم مثلا بتنتج كميه، مثلا الفاميليا الهايبر كوليستروليميا حكينا انه جيناتهم مثلا بتنتج كميه كبيره من الكوليسترول، وحكينا انه هومو او هيترو. حكينا انه الهومو رور رير والهيترو ممكن يكون موجود. الزيادة ممكن تكون بنوع واحد أو مثلا أو بجميع الأنواع، يا أما أو ممكن يكون في خلل في الإنزيمز أو مثلا خلل في الريسبتورز، أو مثلا ممكن يكون الإنزيم مع الريسبتور. أوكي، أو ممكن خلل بالأبوليبوبروتينز، مثلا لو صار عندي نقص بالليبوبروتين A بالتالي بيأثر على HDL، HDL ببطل يشتغل. أوكي، طيب في عندي هون خلينا نكمل على الهايبر تريجليسيريديميا. جنرالي كوز باي ديفيشنسي اوف ليبوبروتين لايبيز. اكيد ليش ليبوبروتين لايبيز؟ او الكوفاكتور، لانه احنا حكينا انه في عندنا بالاكويجن انه التريجليسيرايدز بواسطه الليبوبروتين لايبيز حتعطيني جليسترول مع فاتي اسيد، فانا بتخلص من التريجليسيرايدز باي بريكنج ذم باي لايبيز. اذا كانت المشكله باللايبيز او بالكوفاكتور اللي بتعمل اكتيفيشن لللايبيز، معناته التريجليسيرايد ما حتتحول لكوليسترول، ما حتتحول لفري فاتي اسيد. سو فحيزيد عندي شو؟ فحيزيد عندي شو؟ الكايلومايكرونز، حيزيد عندي الفي ال دي ال. اوكي، ليش؟ لانهم غنيين بشو؟ بالتريجليسرايد. فالديفيشنسي بريفنت بروسيسنج اند كليرنج، فبضل عندي شو؟ بضل عندي الكايلومايكرون والفي ال دي ال عالي، فاليفيتد ايفن ان فاستنج. كيف انا بميز بيناتهم؟ الكايلومايكرون حيزداد في حاله الواحد اكل ميل، بينما الفي ال دي ال اذا كان في ديفيشنسي في اللايبيز انزيم حيضل عندهم عالي في الفاستنج ستيت، لانه تريجليسرايد حكينا ما صار لها كليرنس. طيب كومبايند هايبر ليبوبروتينيميا، يعني هون عندهم الكوليسترول عالي وتريجليسرايد عندهم عالي مع بعض. اوكي، خلينا نحكي عن الكومبايند هايبر ليبوبروتينيميا. Presence elevated level of serum cholesterol and triglyceride، يعني اسمها combined، الكوليسترول عالي والتريجليسرايد عالي. اوكي، genetic form of this condition familial combined hyperlipoproteinemia، من اسمها familial يعني لها علاقة في الجينز. اوكي، في الأسرة. اوكي، في العائلة، ضمن العائلة الواحدة. والتايب 3 هايبرليبوبروتينيميا، شو يعني تايب 3 هايبرليبوبروتينيميا؟ ان اكيوميليشن اوف كوليسترول، الكوليسترول شو؟ ريتش في ال دي ال اند كايلومايكرون ريمانينت از ريزلت اوف ديفكتيف اوف كاتابوليزم اوف ذيس بارتيكلز. خلينا نحكي عن تايب 3 هايبرليبوبروتينيميا، يعني بيكون عندهم الفي ال دي ال في البلد عندهم عالي كثير كثير كثير، وهذا الفي ال دي ال بيكون غني بالتريجليسرايد وغني بالكوليسترول. ايضا الكايلومايكرون ريمانينس بيكون عالي، لانه احنا بنعرف انه الكايلومايكرون لما يصير لها بالبريك وسط اللايبيز حتعطيني شو؟ حتعطيني كايلومايكرون ريمانينت قبل ما تتحول للفي ال دي ال. اوكي، فبوث الفي ال دي ال والكايلومايكرون ريمانينت حيكونوا عاليين نتيجه الديفكت في الكاتابوليزم، يعني المشكله هون باللايبيز انزيم كمان. اوكي، طيب شو يعني كلمه هايبو ليبوبروتينيميا؟ يعني الليبوبروتين في البادي قليل، لو ليفل اوف ليبوبروتين ان ذا بادي. في عندي نوعين، هايبو الفا والهايبو بيتا، والهايبو بيتا احسن من الهايبو الفا. ليش؟
لانه الهايبوبيتا بيكون عندهم نقصان في ال LDL كوليسترول اللي هو الكوليسترول السيء، فبالتالي not associated with congestive heart failure، يعني ما بيساهم بالاثيروسكلروسيس، ما بيعمل بلوك فورميشن او كلوت فورميشن للاريتري او للفين. اوكي، النمط الثاني اللي هو عباره عن هايبو الفا ليبوبروتينيميا، هذا النمط مش كويس. اوكي ليش؟ لانه اول شيء بيكون المشكله في several genetic defects، اذا المشكله في الجينز. اوكي، فحيقل ال HDL اقل من 40 ميلي جرام بير ديسيليتر، الكوليسترول الحسن او الجيد حيقل، بالتالي ما بيتم التخلص من التريجليسرايد والكوليسترول ثرو ذا ليفر. اوكي، ممكن يكون مربوط بالبريماتشور congestive heart disease and or coronary heart disease an extreme form of Tanger disease. إذن له علاقة بالTanger disease. اوكي، ليش سموه بالTanger disease؟ لأنه اسم المريض اللي اكتشفوه عنده اسمه كان Tanger، فهو inherited disorder called what an alpha lipoproteinemia، يعني ما في عنده شو ال HDL بالبلد الآن، نو ألفا اللي هي عبارة عن HDL والليبوبروتينيميا الموجود في البلد، فبيكون عنده. طبعا احنا ليش سمينا ألفا؟ لأنه HDL بيكون بالألفا، بالألفا احنا بنعرف انه البروتين، مش حكينا انه لما عملنا الكتروفوريسز للبروتين شفنا انه اول شيء عندهم الألبومين، بعدين الألفا فراكشن، بعدين البيتا فراكش ألفا 2، بعدين بيتا، بعدين جاما فراكشنز. اوكي، فكانت ال HDL وين موجودة؟ في الألفا فراكشن، ليك سميناه ألفا. اوكي، الألفا مش كويس، ان ألفا ليبوبروتينيميا هو مش كويس. اوكي، بصير عند هدول الأشخاص بريماتشور كارديوفاسكولر ديزيز، يعني جلطات بعمر صغير. ليش؟ لأنه ال HDL عندهم أقل من 1 إلى 2 ميلي جرام بالديسيليتر. أوكي، طيب طبعا هذا الهايبوليبو بروتينيميا ألفا. الألفا ممكن يكون ترانزينت. شو يعني كلمة ترانزينت؟ احنا بنعرف كلمة ترانزينت يعني مؤقت، اشي بيصير فجأة وبيروح. مثلا واحد اتعرض لستريس، واحد اتعرض لإنفكشن، واحد عمل سيرجري في المستشفى، فاجوا عملوا له لبد بروفايل طلع عنده ال HDL كتير واطي. طبعا انا لازم اكون حذرة كتير اثناء اخذ العينة، وايضا اثناء الانتربريشن، مش دغري اروح احكي والله هذا معاه دائما الفا ليبوبروتينيميا او تانجر ديزيز، لا، لازم اخذ مره منه العينه مره ومرتين وثلاثه حتى اتاكد، لانه ممكن يكون شو ترانزينت، يعني خلص راحت الانفكشن برجع ال HDL للنورمال فاليو. طيب هذا كثير مهم في المختبرات الطبيه اني اركز على الليبيد والليبوبروتين اناليسيس. دائما انا الليبيد ليش بروفايل بعمله؟ حتى انا اتاكد انه المريض عندي في السليم، مش معرض لكوروناري هارت ديزيز، مش متعرض لكونجستيف هارت فيلر، يعني اتاكد انه هو سليم من الكلوت فورميشن. فانا بعمل له شيء اسمه الليبيد بروفايل. شو هو الليبيد بروفايل؟ اني بحسب له التوتال كوليسترول، التوتال كوليسترول وتريجليسرايد وال HDL وال LDL، طبعا بعد صيام من 12 الى 14 ساعة. اوكي، احنا عرفنا انه التريجليسرايد لازم تكون اقل من بين 150 لل 200 او اقل، يعني لل 150 اقل من 150، الكوليسترول لازم يكون اقل من 200، ال HDL لازم يكون اكثر من 40، وال LDL according to risk factor. اوكي، فكل ما زادت هاي النسب اوكي بيكون انا عندي في ريسك فاكتور. فبنعرف ال LDL غالبا ال LDL بقيسه بطريقتين، يا اما بيكون ميجرد يا اما بيكون شو كالكوليتد. الكالكوليتد كيف الكالكوليتد؟ طبعا انا بحسب التريجليسرايد، بحسب التوتال كوليسترول، وبحسب ال HDL، ومن خلال اكويجن معينه هلا بشرحها بيتم حساب ال LDL. غالبا التريجليسرايد لازم يكون اقل من 400، لازم ما يزيد عن ال 400، لانه بيكون شو ريسك فاكتور. اوكي، خلينا نيجي نحكي عن طريقه، يعني طريقه لحساب كل مثلا شيء. مثلا التوتال كوليسترول كيف بحسبه؟ في عندي انزيماتيك ميثود لحساب التوتال كوليسترول. التوتال كوليسترول باخذ مثلا عينه بلد سيرم، اوكي، بيكون فيها كوليسترول استر. اوكي، ان ذا بريزنس اوف كوليسترول استريز انزيم مع ووتر حيعطيني فري كوليسترول،
اوكي مع فري فاتي اسيد. حاخذ الكوليسترول ان ذا بريزنس اوف اوكسيديز انزيم مع الاكسجين حيعطيني كوليستينون مع هيدروجين بيروكسيد. حاخذ الهيدروجين بيروكسيد واعامله مع داي ان ذا بريزنس اوف بيروكسيديز طبعا مشان احول الهيدروجين بيروكسيد لمين لووتر. حيعطيني كلر كومبلكس حاقيسه سبكتروفوتومتريكلي على 500 نانومتر. هيك انا بكون حسبت التوتال كوليسترول. خليني اجي للطريقه الثانيه اللي هي سوري حساب تريجليسرايد. هلا تريجليسرايد احنا بنعرف انه اللايبيز انزيم بيحول تريجليسرايد ان ذا بريزنس اوف ووتر الى جليسيرول مع فاتي اسيد. باخذ الجليسيرول بعامله مع اي تي بي ان ذا بريزنس اوف كايناز انزيم لحتى اتعطيني مركب اسمه جليسيرول فوسفات اند اي دي بي. باخذ الجليسيرول فوسفات ان ذا بريزنس اوف اوكسجين اند اوكسيديز انزيم حيعطيني دايهيدروكسي اسيتون فوسفات مع مين مع هيدروجين بيروكسيد. الهيدروجين بيروكسيد مع داي in the presence of peroxidase حيعطيني color complex وكمان بقيسه spectrophotometrically. اذا انا هون صار عندي شوف صار عندي اثنين صار عندي total cholesterol وصار عندي triglyceride. في عندي حساب ال HDL. ال HDL بده process شوي. ليش؟ لانه انا الكوليسترول الموجود عندي في البلد يا اما بيكون VLDL يا اما بيكون LDL. فانا اول اشي بدي اتخلص من ال VLDL وال LDL بعدين بحسب ال HDL. اول اشي بعمل سنتريفيجيشن لعينة السيرم اللي معي. اوكي عملت سنتريفيجيشن تخلصت من الفي ال دي ال لانه الفي ال دي ال هو فيه كوليسترول اكتر معناته هو شو اعلى بيكون طافي اكتر. اوكي فبتخلص من الطبقة العلوية. بعدين بعمل عملية بريسيبيتيشن. شو يعني بريسيبيتيشن؟ بضيف هيبارين مانجانيز. اوكي فبصير عندي بنفصل عندي وانا عم بعمل سنتريفيجيشن سوري لما عملت بريسيبيتيشن عملت انا اول شيء سنتريفيجيشن للتخلص من الفي ال دي ال. بعدين بعمل بريسيبيتيشن اذا اول وحده الترا سنتريفيجيشن. بعدين بعمل بريسيبيتيشن شلون بريسيبيتيشن بضيف هيبارين مانجنيز. الهيبارين مانجنيز بياخذ معه ال دي ال وبينزله لتحت. مين بضل عندي بالسوبر نينت؟ بضل عندي شو؟ بضل عندي بالسوبر نيتنت بضل عندي ال HDL. ال HDL طبعا بعامله معاملة الكوليسترول. كيف؟ برجع للإكويجن الثلاثة اللي مروا معي انه السوبر نيتنت فيه كوليسترول استر مع مين؟ مع الووتر in the presence of كوليسترول استريز حيعطيني كوليسترول مع فاتي اسيد. بعدين الكوليسترول in the presence of oxygen بوجود الاكسيديز انزيم حيعطيني كوليسترول مع HDO2. طب هذا الكوليسترول او الكوليسترول هو عبارة عن كوليسترول؟ لا هو عبارة عن الكوليسترول الموجود في ال HDL. اوكي هلا انا ال H2O2 in the presence of dye in the presence of مع dye in the presence of peroxidase انزيم حيعطيني color complex وحاقيسه spectrophotometrically. اذا انا حسبت ثلاث شغلات هلا حسبت التوتال كوليسترول حسبت التريجليسرايد حسبت ال HDL. مين ضل عندي؟ ال V بالبروفايل طلع عندي ال VLDL وضل عندي LDL. كيف بحسب الـ VLDL؟ في عنا شيء يعني احنا اتفقنا عليه او اتفقوا عليه العلماء من خلال تجارب انه الـ VLDL هو عبارة عن الـ Total Glyceride على 5 تقسيم 5 بيعطيني الـ VLDL. فالإكواجن عندي صارت جاهزة فبيكون الـ LDL equal الـ Total Cholesterol minus الـ HDL minus 3 glyceride over 5. طبعا انا ال total glyceride لازم ما يتجاوز ال 400. اذا تجاوز ال 400 انا بكون شو امام ريسك. اوكي طبعا في شيء رح احكي عنه الريسك فاكتور بعدين باخر المحاضره بس خلينا نكمل السلايدز هون. اوكي هكمل السلايدز. طيب اوكي في الليبوبروتين ميثودز احنا حكينا عن الروتين ميثود اللي هي عبارة عن انزيماتيك ميثود المستخدمة في اللاب. طبعا في عندي هون نون انزيماتيك ميثود ممكن استخدمها بالريسيرش مثل الالكتروفوريسز طبعا هي سيباريشن ميثودز. في عندنا الكروماتوغرافي في عندنا الايون اكسشينج كروماتوغرافي وفي عندنا الجل فلتريشن اللي بتعتمد على السايز والايون اكسشينج اللي بتعتمد على الالكتروستاتيك انتر اكشن او على على التشارجز. اوكي في عندنا ايضا الالترا سنتريفيجيشن هاي كتير مهمه افكتيف وفي عندنا البريسيبيتيشن مثل لما استخدمنا الهيبارين مانجانيز. اوكي في عندنا ايضا الاميونو كيميكال ويز. اوكي
هلا الابو ليبو بروتين، بما انه الابو ليبو بروتين عباره عن البروتينات، يمكن كمان نستخدمها في الريسيرش اوكي، او بالكارديك سيرفيس سنتر. في عندي اهمها التربيدومتريك، في عندي الإلايزا، وفي عندي الريا، هي عباره عن طرق مستخدمه. خليني اجي احكي كمان عن البوزيتيف فاكتور شوي، اللي لها علاقه في الديزيز، ايمتى بيكون الواحد معرض لديزيز. اول بوزيتيف فاكتور او اول ريسك فاكتور اللي هو عباره عن الايج، اي شخص عمره اكثر او يساوي 54 سنه او 45 سنه بالميل هذا ريسك فاكتور، الفيميل اكثر او تساوي 55 سنه، الفاميلي هيستوري لانه لها علاقه بالبريماتشور كوروناري هارت ديزيز، الهايبرتنشن اذا كان الواحد ضغطه 140 على 90 لازم يكون حذر. اذا حكينا الايج، الميل اذا كان عمره اكثر من 45 سنه، الفيميل اذا كان عمرهم اكثر من 55 سنه، الفاميلي هيستوري خاصه انه يكونوا حذرين يعني لخطوره الاصابه بالكوروناري هارت ديزيز، ايضا الهايبرتنشن اللي الضغط عندهم اكثر من 140 على 90. فالال دي ال بيكم بوزيتيف ريسك فاكتور اذا كان اكثر او يساوي 160 ملي جرام بير ديسيليتر، ان بيشنت هاف 1 or 3 risk factors. يعني اذا واحد عمره مثلا فوق ال 45 سنه ميل وكان عنده ال LDL عالي، فهو عنده risk factor للاصابه بالكوروناري هارت ديزيز. مثلا اذا كان مثلا ال LDL اكثر او تساوي 160 فالريسك عنده، في عنده risk factor. مثلا اذا كان ال LDL مثلا اكثر او تساوي 130، لاحظ اذا كان عنده تو ريسك فاكتورز. اذا كان عنده ال دي ال اكثر او تساوي 100، اذا كان عنده هارت ديزيز او ريسك مثلا اذا كان عنده مرض السكري او كان عنده اي مرض ثاني. اذا ال دي ال بتكون لها علاقه، نسبها بتكون لها علاقه بشو؟ بالريسك فاكتور. اوكي، مش ثابته نسبه ال دي ال، لها علاقه بالريسك فاكتور. فكل ما كان ال دي ال اقل كل ما كان احسن، هذا اللي لازم نعرفه. الريسك فاكتور الرابع انه ال HDL اذا كان اقل من 40 ميلي جرام بير ديسي لتر، يعني الريسك فاكتور لازم يكون بين ال 40 وبين ال 75. مثلا نيجاتيف ريسك فاكتور، مثلا اذا كان شخص عندي HDL تبعه عنده اكثر او تساوي 60 والايج عنده اقل من 45، اوكي هون ما مو ريسك فاكتور، بالعكس كويس كثير. يعني اذا كان ال LDL مثلا اقل من 100 وعمره اقل من 55. طيب في عندي خليني احكي على الميتابوليك سيندروم كمان. الميتابوليك سيندروم اللي عندهم 3 or more of these points اللي حكينا عنهم، مثلا اللي أعمارهم مثلا بين ال 45 و 55، إذا كان في family history، إذا كان في hypertension، إذا كان يعني مثلا ال HDL عنده أقل من 40 ميليغرام بير ديسيليتر. فأنا في عندي central abnormality abdominal or obesity، اوكي. فالميتابوليك سيندروم ايمت بيكون الواحد عنده ميتابوليك سيندروم؟ الميتابوليك سيندروم اذا كان مثلا عنده مثلا شحوم في البطن، مثلا هاي بنسميها الابدومينال اوبيزيتي، يعني انه له كرش مثلا محيط الخصر عنده عند الفيميل اقل من 35 والميل عنده مثلا اكثر من 40، التريجليسيرايد اكثر او تساوي 150 ميلي جرام بير ديسيليتر، الهاي دنسيتي ليبوبروتين عند الميل اقل من 40 ميلي جرام بير ديسيليتر والفيميل اقل من 50 ميلي جرام بير ديسيليتر، اذا كان البلود بريشر عندهم 130 على 85، الفاستنج بلود جلوكوز اذا كان عندهم اكثر او تساوي 100، هدول كلهم ريسك فاكتور او ميتابوليك سيندروم. اوكي، فالميتابوليك سيندروم بتقلهم خمس خصائص. اول شيء اذا كان عندهم ابدومينال اوبيزيتي، شحوم بالبطن او كرش، اذا كان عندهم تريجليسيرايد اكثر من 150 ميلي جرام بير ديسيليتر، اذا كان الاتش دي ال اقل من 40 ميلي جرام بير ديسيليتر، اذا كان البلد بريشر اكثر من 140 الى 90، اذا كان السيرام الجلوكوز اكثر او تساوي 100 ميلي جرام بير ديسيليتر. اوكي، فهون بنهي المحاضره والله يعطيكم العافيه.